امبارح كمان تم افتتاح ملتقى عالم الفن المطلق في قاعة زياد بكير بالأوبرا، والملتقى ده بيضم معرض ل 66 عمل فني من إنتاج مجموعة من المواهب الشابة من طلبة كليات فنون جميلة وتربية فنية. خلونا نشوف التقرير. أنا لسه شايف نص المعرض. أنا بشكرهم جدا يعني بدعوتي النهارده لافتتاح المعرض كسفير الفنون والثقافه، مش بس المطرب او الفنان سامح يسري، وده دور السحر وتاثير القوى الناعمه الايجابي من خلال ان احنا بنتواصل مع بعض دايما وبنشوف المواهب، بنشوف الطلبه اللي بيدرسوا بجد بشكل اكاديمي وبشكل احترافي عشان بعد كده يبقوا نماذج واعده جدا جدا. كل رسوماتهم قد ايه فيها افكار خاصه جدا واحلام خاصه جدا ورؤى خاصه جدا باستخدامات جديده حسب طبعا دراستهم، بس في فعلا موهوبين جدا وعاملين حاجات خارج المألوف يعني. مبسوط جدا ان انا في الملتقى الفني الجميل ده، لوحاتي العظيمة دي والشباب الجميلة اللي أنا بصراحة اندهشت جدا إن كل اللوحات اللي موجودة دي من سن بسم الله ما شاء الله يعني من 18 سنة لحد 22 سنة وعاملين الفن الجميل العظيم ده. أنا مش هقول إن أنا يعني عبقري فنون تشكيلية، بس كل لوحة كان كنت أنا أقول اللي أنا شايفه كانت تقول لي صح، وهي تضيف كمان وجهة نظرها اللي هي عاملاها في قلب اللوحة بتاعتها. معرض الفن المطلق بيعرض فنون مختلفة بأساليب مختلفة. أنا لوحدي مثلا بألوان أكريليك، في ألوان، في رسومات مختلفة بخامات تانية مختلفة، متنوع يعني، فدي فايدة المعرض. كل لوحة ليها معنى وليها موضوع مختلف. ملتقى عالم الفن المطلق ده يعتبر المعرض الثامن للمجموعة. دكتور وفاء طبعا هي المنظمة، اللي موجودين كلهم من الشباب الصغيرين في السن مع الكبار، مع خبرات مختلفة، مع تخصصات مختلفة. عدد الفنانين ممكن يوصل لأكثر من 80 فنان موجودين معنا هنا. احنا مجموعة بنتنقل مع الملتقى في الأماكن الأثرية، ده الهدف بتاعهم ان هو ينشر أعمال الشباب في المناطق الأثرية. في مشاهير كتيرة وفي فنانين كتيرة شاركوا في المعرض، وان هم افتتحوا المعرض ومش فاكرة الاسم كلهم صراحة، فيعني مبسوطة ان هم شاركوا معانا. شاركت بنسيج الطبيعة، عملت شاركت في حاجات كتير يعني، حطيت فيها حاجات كتيرة قوي من الطبيعة زي الخشب والزلط مع النسيج، وكمان اشتغلت كروشيه عشان ابين الورق الشجر، هي دي طبيعه.